السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج مجاني اوبن سورس اسمه جرين شوت، اللي هو البرنامج دوت ده مجرد تدوس عليه رايت كليك هيقول لي انت عايز تاخد لقطة من الشاشة عن اي حاجة. ممكن تاخد الويندوز كلها، ممكن تاخد مثلا مستطيل معين بالشكل دوت اهو. بيقول لي بعد كده مجرد ان انا حددت اول نقطة واخر نقطة، عايز تسيفها في الذاكرة ولا عايز تسيفها كصورة، يفتح لك تقول لك هتسيف فين، عايز تحطها في الاوتلوك، عايز تحطها في الباوربوينت، في الوورد، في الاكسل، في الام اس بنت مثلا اهوت، هيفتح لي البرنامج ويبدا يحط الصوره فيها. طيب خلينا ناخد مثلا لقطه كمان اهيت، هقول له لا حطها لي في الاوتلوك، يروح فاتح برنامج الاوتلوك وحاطط الصوره فيها، فبيسهل عليا كتير جدا من الشغل. ممكن اقول له انا عايز ويندو، هياخد الويندوز دي كلها، ممكن يعني بيبدا ياخد الويندوز كلها. ممكن لو انا عامل لها تصغير يبدا ياخد الصوره اللي هي الصغيره، وبعد كده تدوس انتر ويقول لك بقى عايز تاخد الصوره دي تطبعها، تحطها في الذاكره، تفتحها في ايمج اديتور زي الفوتوشوب، تحب تسيفها يقول لك تسيفها فين، وهكذا. هو بيديك اختيارات كتير جدا للموضوع بتاع الاحتفاظ بالصور في اكثر من مكان واكثر من برنامج. ممكن تقول له افتح لي الايمج اللي موجوده في الكليب بورد، فيبدا يجيب لك الصوره ويقول لك عايز تحطها فين. فهو ما شاء الله عليه، رغم ان هو مجاني بس هو فيه امكانيات كويسه جدا، زائد ان هو فيه موضوع الاو سي ار، بحيث ان لو الصوره فيها كلام يقدر يفهم الصوره وياخد الكلام دوت تقدر تحتفظ بيه او تاخده كوبي بيست.